جه من البيت. انت حضرتك مين الاول؟ عرفنا بنفسك. محمد احمد، عم المرحوم المتوفي احمد ابراهيم. احمد ابراهيم، انا محمد احمد ابراهيم، عم المرحوم المتوفي المجني عليه احمد ابراهيم. احمد جه من البيت الساعه 10:30 او الساعه 11، سال مواشي في العشه الثانيه، ودخل هنا الحظيره ديت في اوضه وفي سرير وتلفزيون ومروحه. الاوضه اللي هي فين؟ الاوضه اللي هي هنا اهي. النور فين يا جدعان؟ ايه يا عبد الله؟ هي دي الغرفه؟ اه، ديت الغرفه اللي احمد متعود بيجي يقعد فيها. تمام. احمد بيجي هنا السرير اهوت وادي التلفزيون ويشغل المروحه. تمام. ويقعد يستنى والده لحد ما يجي العصر. تمام. ف محدش كان معاه. ماشي. اخر مره راح جاب كيس شيبسي من المحل. جاب كيس شيبسي من المحل وجاه. بتاع المحل قال جايبه بعد الظهر. فوالده اما العصر بيدن بيجيب بعضه ويجي له هنا عشان يشوفوا يجيبوا اكل للمواشي ويخلصوا الشغل اللي وراه. والده خبط على الشباك اللي بره بتاعت الاوضه، ما ردش. يخبط ما يردش، يا احمد ما يردش. فاتصل بالبيت بتليفون البيت، قال لهم ابعتوا لي عبد الله ابن عمه يجي يبص من هنا كده، بينزلوا من هنا ويخش الاوضه عبد الله، لانها حصلت كذا مره نومه تقيل، فعبد الله بينزل يفتح. فعبد الله جه بس من ورا كده، طلع من ورا، وهنشوف المنظر ده من ورا. طلع بيبص لاحمد، احمد متعلق هنا كده، احمد متعلق عريان كما ولدته امه هنا كده على الماسوره دي، مربوط بالحبل ده من فوق كده. تمام. هنا. فالواد ساعه ما شاف المنظر صرخ ونزل جاري. عمه بيقول له في ايه؟ قال له احمد مات، احمد مات، احمد مات. عمه اللي هو والد احمد المتوفي طلع بيبص ساعة ما شاف المنظر، رقد في الأرض ما قامش تاني. الجيران هنا جوهم على السريخ والصوار، زقوا الباب، الباب كان مقفول من جوه. يعني اللي عمل أو الفاعل، الباب كان مقفول من جوه، عمل اللي عمله. والواد كان عريان، هدومه كان في شيء مرمي هنا، والشورت مرمي هنا، البرمودة كانت مرمية هنا، فانيلا داخلية كانت مرمية على السرير، والتيشيرت بتاعه كان مرمي ورا الباب هنا. لما زقوا الباب كسروا الباب ودخلوا، لقى احمد متعلق كما ولدته امه هنا على الـ على الـ في الحديده دي. طبعا والدته صوتت وجابت الهدوم بتلبسها له وحضنته. واحد جاب المنجل من ورا وقام قاطع الحبل، ومفكرين ان في الروح هيلحقوه. نزل على الارض وجات الناس اتلمت بقى، هيعملوا ايه؟ سطروه ولفوه، واللي لبسوا الفانيلا واللي لبسوا البنطلون وشالوه ودوه البيت. ده اللي حصل كله بالظبط. فاحنا مش عايزين حاجه، ده طفل بريء، لا بتاع مشاكل ولا مؤذي ولا كان حاجه مزعلاه ولا حاجه مضايقاه. ده لسه جايب الكتب الجديده بتاع السنه اللي جايه قبلها بيوم، جايبها يوم الثلاث، هو متوفي يوم الاربع. وقبل ما يخش ينام جاب كيس شيبسي. وهنا اللي دخل من هنا والباب مقفول، او جه من الدوره قبل الواد ما يجي وهو بيجيب كيس الشيبسي. وفي مخرجين اتنين هنا، ادي مخرج ممكن يعمل عملته ويخرج من هنا، وادي المخرج الثاني من هنا يطلع من هنا كده وينزل ورا، وفي شارع هنا ورا كده. ف ده مش عيل يشنق نفسه او ينتحر او منهار او عنده حاله نفسيه، لا. لا. احنا اتهمنا ناس بينها وبينهم مشكله من سنه فاتت، وواخدين عليهم حكم بست شهور. عايزيننا نتنازل، واحنا قلنا لا، هناخد حقنا بالقانون، مع ان الحكم ده حكم ضايع. احنا كان حقنا 10 سنين ولا 15 سنه، رسي على ست شهور، قلنا هناخد حقنا بالقانون. فهم عندهم عايزين يحرقوا قلبنا، فاحنا بنطلب القصاص وبنطلب حق ابننا. لو حد يرضى المنظر ده لابنه، او حد يرضى المنظر ده لواحد من اهله، يبقى كل واحد ياخد حقه بدراعه.